سينيور دايركتور في اوريفليم، حلمت ان يبقى عندي بيبي وعملت العمليه من داخلي في اوريفليم، وبقى عندي توينز وبحلم ان انا الف العالم مع بناتي وجوزي. انا محمد سعد، 17 سنه، طالب من سينيور مانجر في اوريفليم. الكلام ساعدتني يبقى ليا دخل مستقل، وقدرت اروح ملعب تشيلسي، وحلمي ان اسافر العالم كله واروح ملعب العالم كله. انا عبد الجليل، دايركتور في اوريفليم من 4 سنين، بقى عندي مشروعي الخاص، بقى عندي اس بي او من اوريفليم، وكمان بقى عندي شقه، وبحلم ان انا يبقى عندي عربيه والف العالم مع اوريفليم. انا امينه سعيد، سينيور مانجر اوريفليم، خليني استقل لنفسي واجيب كل اللي نفسي فيه. حلمي اني اوصل لاعلى بوزيشن في اوريفليم واخد الشيك المليون دولار.